الفئات المحذوفة من التموين. المحددات التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تصل إلى 12 شرطا من معايير استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم هي: أولا، أصحاب الشركات رأس مالها 10 ملايين فأكثر. ثانيا، الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات. ثالثا، استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلو واط فأعلى في الشهر. رابعا، الأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200,000 جنيه. خامسا، امتلاك حيازات زراعية تصل إلى 15 فدان. سادسا، أصحاب الوظائف الإدارية العليا. سابعا، استهلاك فاتورة محمول تزيد عن 800 جنيه في الشهر. ثامنا، متوسط مصاريف المدارس 50,000 جنيه لأكثر من طفل. سداد ضرائب تصل إلى 100,000 جنيه. امتلاك سيارة فارهة. الأسرة التي لديها راتب حكومي أكثر من 15,000 جنيه. أسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100,000 جنيه. وهذه الفئات 12 التي حددتها التموين للاستبعاد من منظومة التموين.